نعم، أولاً المرتزقة هم اليوم الجيش السوري الذي بات يفترش البسطات في شوارع دمشق ليبيع، يعني هكذا صار يصرف على الجيش السوري نظام الأسد. ثانياً نصف الشعب السوري مهجر، حين نقولها هي ليست يعني مجازاً، هي فعلاً نصف الشعب السوري اليوم بنظر ضيفك هو خائن وعميل وخان البلد. ثالثاً يعني انتخابات في ظل بلد يعتقل المؤيدين إذا غردوا تغريدة تحكي عن الفقر، تحكي عن أن الشعب السوري لم يعد قادر أن يشتري فجل وبطاطا يعتقل اليوم. فتخيل أنه السوري يفكر أن يرشح نفسه بجدية بدون أن يتفق مع المخابرات على أن حتى هو ينتخب بشار الأسد. الموقف الدولي طبعا، المعارضة السورية فشلت فشلا ذريعا، المعارضة السورية اللي تحكم بها ووصلت إلى يديه الأموال منها هم الإسلاميون وجماعات الإسلام السياسي والجماعات التي يخشى منها المجتمع الدولي، التي جرب دعمها في ليبيا وفشل، وبقيت وصمة عار على السياسيين مثل هيلاري كلينتون الذين دعموا هذه الأنواع من المعارضة، لأنه طبعا المعارضة المدنية والمعارضة المنطقية تم إقصائها وكانت أول ناس اللي اعتقلها الأسد. واليوم إذا تنظر إلى داخل سوريا، الأسد اليوم يعني يتجه بالبلد إلى أن تكون جمهورية إسلامية أصلا. لكن أستاذ هديل، هناك من يقول أن المعارضة وفشل المعارضة هو يعني ما أعطى فرصة للحكومة السورية للنظام السوري أكثر فأكثر. إذن يعني عدم وجود معارضة موحدة. أيضا النظام والحكومة السورية تقول تعالوا اجلسوا معارضة سلمية أفضل من معارضة مسلحة. هو قدري جميل اللي كان مقرب نوعا ما من الحكومة يعني هجروا لبرا البلد وطلعوا، وقدري جميل اليوم يخاف أن يذهب إلى دمشق. فتخيل يعني معظم اللي كانوا يقترحوا مواقف وسطية جدا سلسة جدا أيضا النظام هجره، طبعا لأنه النظام اليوم مكبل، هو ضعيف جدا، هو يمتلك حصة صغيرة جدا من منظومة الحكم التي تحكم سوريا، فيها حزب الله، فيها أجنحة أخرى تابعة لإيران، فيها أجنحة روسية، حتى الأجنحة الروسية يعني هي بين تجار روسيين وبين الحكومة، متشعب جدا الوضع، وبالتالي ليس كل شيء بيد النظام. ولكن إذا عن المواقف العربية والحديث عن المواقف العربية، أولا الدول الغربية لا تزال ترى بشار الأسد مجرم حرب. اليوم الولايات المتحدة ترى أنه هناك سبيل من مصالحة النظام الإيراني، أما النظام السوري فترى أنه لا سبيل لمصالحته لأنه نظام مارق وأنه ضعيف، ليس لأنه إيراني. يعني إيران اليوم قوية عندها نفوذ، النظام السوري لا أحد يفتح موضوع مصالحته. هنا في واشنطن يعني عندك كان تولسي جابارد الوحيدة المشرعة في الكونغرس التي تؤيد نظام الأسد، والآن رحلت حتى خسرت بالانتخابات. الأسد منبوذ جدا في المجتمع الدولي، وهذا أيضا يدفع الدول العربية ويضغط عليها لئلا تصالحه، لأن العقوبات هي عقوبات تتعدى الأسد وتتعدى سوريا وتمس بالدول التي تريد أن تصالح الأسد. ولذلك رأينا حديث سنعود إليك الأستاذ أستاذة هديل. نعم دكتور حسن، أيضا هذه الانتخابات وكل عناصر يعني الانتخابية الراهنة إذا ما تحدثنا عنها، يقول بعض أنها داعمة لفكرة الحزب الواحد أيضا في سوريا. ليس الحزب الواحد، هناك أحزاب أخرى في سوريا بتواجدها، وهناك معارضين وأحزاب معارضة موجودة في سوريا ودمشق، ولم تترك دمشق حتى يعني بكل ما مرت فيه دمشق منذ 2011 لغاية اليوم ما زالت متواجدة بدمشق، وهناك آراء وأفكار أخرى أيضا بدمشق، منها المؤيد ومنها المعارض، وهناك حرية يعني بعكس ما يتفضلون فيه من يجلسون في واشنطن راعية الإرهاب، والتي تكالبت مع كل هذه الدول الأوروبية التي ضيفتك تتباهى فيها وتدعي أنه الجيش السوري هو مرتزقة، كان لسانها يجب أن يخجل في مثل هذا الحديث ويقول عن الجيش السوري الذي حارب وطهر البلد من التكفيرين التي ترعاها هي وضيفك من واشنطن. أنت خراسة ما أنا بحكي، أنت خراسة ما أنا بحكي، أنت خراسة ما أنا بحكي، لا تقاطعني، خراس إخراس إخراس دكتور حسن، خراس ما أنت ضحكتك بين واحد ماخذ مخدرات، خراس دكتور حسن. المهم إنه نقول عن الجيش السوري، إنه نقول عن الجيش السوري مرتزقة، هذا عيب وخجل لكل سوري أن يتحدث. الجيش السوري هو من حافظ على هذا البلد وطهر هذه البلد، ومن ترك، لا أعاتب من هجر من 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 أرضه، أنا أقول عن المعارضة المرتزقة التي باعت السوريين وتاجرت في الدم السوري، هؤلاء هم المرتزقة التي أنا تحدثت عنهم، وليس السوريين
من هجروا إلى تركيا والأردن ولبنان والدول الأوروبية. هؤلاء كل احترام لهم، وأنا زرت العديد من هذه المواقع وتحدثت للعديد منهم وقدمنا ما استطعنا به لكل اللاجئين السوريين، والكل يرغب حتى في العودة إلى سوريا وإلى أرض الوطن وإلى بيوتهم وإلى أراضيهم. ولكن هناك عقوبات على سوريا من من؟ من رعاية الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تحاصر بلقمة العيش كل سوري في سوريا. هذا يعني يبسط ضيوفك من واشنطن، يبسطهم جدا. نعم يعني يبسطهم جدا. ولكن فشل هؤلاء المعارضين. أنت لاحظ حتى الأسطوانة يتحدثون عنها من سنوات الستين، المخابرات والأجهزة الأمنية والمخابرات. لو كان أصلا هناك مخابرات كما يتحدثون لما حصل في سوريا ما حصل فيه من عام 2011. لو كان هناك هذه المخابرات التي يتحدثون عنها، ولكن هم فشلوا وهم خسروا وطنهم وخسروا مياه وطنهم التي شربوا منها وترعرعوا وتربوا في مدارسها وجامعاتها من دون ما يدفعوا حتى ليرة سورية واحدة جراء كل تعليمه. حتى علاجهم هو ببلاش. كل شيء بسوريا كان لغاية 2011 لم يكن هناك أي دين لسوريا حتى من الخارج، وكان اكتفاء ذاتي لكل السوريين. هذا لم يرضيهم، طمعوا في الدولارات السعودية وفي الدولارات الأمريكية والدول الأوروبية. 82 دولة تكالبت على سوريا ورعت الإرهاب وسلحت ودفعت الأموال، يعني باعتراف ليس اعترافهم، باعتراف من كان راعي لهذه الأمور، إذا كان وزير خارجية قطر وإذا كان ترامب نفسه عندما قال كلفتنا هذه الحرب 137 مليار على سوريا. واليوم واشنطن تريد فتح قنوات مع سوريا والاعتراف برئيس بشار الأسد، وحتى هو لم يرشح نفسه بعد أن، وإذا رشح نفسه فهو الوحيد الذي يليق في هذا المنصب، شاء من شاء وأبى من أبى. وهناك دول عربية اليوم تتقرب من سوريا، وهناك دول أوروبية أيضا تتقرب. حتى الجولاني الذي دم السوريين على كفوفه فهم ما لم يستطيع هؤلاء من واشنطن أن يفهموا. دكتور حسن، رجاء أطلب منك بأن لا، أنا لا أرغب أحد يقاطعني في كلامي، لا أحد يقاطعني في كلامي. نعم. دعني أتحدث، وكما احترمتهم يحترمون ما عندما أتحدث. من يقاطع؟ أستاذ عمر، إذن أيضا هناك هذا النظام، لماذا هو فقط يتحمل وزر هذه الحرب التي كانت دائرة في سوريا وما أزالت في بعض المناطق؟ ألم يصمد أمام مؤامرة كبيرة؟ العديد من الدول، ربما عشرات الدول، كان لها اليد في هذا الصراع وهذه الأزمة السورية. نعم، لكلام ضيفك مفعول المخدرات، لذلك أبدو كمن يتعاطى المخدرات. هناك شيء مهم جدا، يعني الذي أريد أن أقوله أن النظام السوري، وهذه مقولة دائما يتم تردادها، بأنه قام بالانتصار في المعركة وأنه صمد. هو لم يصمد في حقيقة الأمر. الذي عدم جدية المجتمع الدولي في مراحل عديدة للتدخل لإسقاط النظام السوري ودعم المعارضة السورية، إلى جانب التدخل الروسي الذي أتى بالرمق الأخير، وتصدي روسيا بالفيتو أكثر من 12 مرة، استخدمت الفيتو في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار إدانة للنظام السوري، هو الذي ساعد النظام السوري على الصمود، إلى جانب طبعا الدعم الإيراني وحزب الله والميليشيات العراقية المرتزقة التي جلبها لتقتل الشعب السوري واستعان بها ضد السوريين. كلام ضيفك في حقيقة الأمر كلام خطير جدا، يعني هو يعني إما أن هذا الرجل الذي يتحدث في الاستوديو، وأنا دائما ما يعني أذهب في عملية مواجهة مستمرة معه في هذا الأمر، إما أنه لا يتابع ما يحدث في سوريا، أو أنه يعني بشكل أو بآخر جزء من هذا النظام. لأنه لا يمكن اليوم في إنسان عاقل، حتى أشد المتطرفين في دعم هذا النظام الدكتاتوري والأنظمة الدكتاتورية، يعني لم يذهبوا إلى قول الكلام الذي سمعناه منذ أستاذ عمر. يعني لو نركز في الموضوع، في النظام، ألم يصمد هذا النظام أمام عشرات الدول؟ ألم تكن هناك الكثير من الدول لها يد في هذا الصراع الذي راح ضحيته الألاف وربما مئات الألاف طبعاً من السوريين؟ طبعا بدون شك، وهذه إضافة إلى أن النظام يجب أن يرحل، لأنه هو السبب الذي فتح سوريا بهذا الشكل أمام التدخلات الدولية، سواء من جهة تركيا، إيران، روسيا، حتى الوجود العسكري لبعض القوات اليوم. هذا كله بسبب وجود نظام يرفض الانصياع لمطالب الشعب السوري وتسليم السلطة. يعني هذه المشكلة الكبيرة، من تحمير الشعب السوري المسؤولية وإعفاء